بيبدأ الفيلم في دولة سيراليون في أفريقيا، وقتها كان في حرب أهلية موجودة في أفريقيا بسبب مجموعة الجاث، ودي مجموعة من المتمردين وشغالين في تجارة الألماس، وكانوا بيهجموا على القرى وياخدوا الأطفال اللي فيها ويجندوهم علشان يربوهم ويضمنوا إن ولائهم هيكون ليهم، وكانوا بياخدوا الرجال الأقوياء علشان يشغلوهم في مناجم الألماس، وبيقطعوا إيد باقي سكان القرية علشان يضمنوا إنهم مش هيصوتوا في الانتخابات اللي عاملاها الحكومة. وساعتها كان عايش في القرية دي واحد اسمه سولومون، وكان كل يوم بيصحي ابنه ديا من النوم علشان يروح المدرسة، لأن كان نفسه ابنه يبقى دكتور مش صياد زيه. وفي يوم سولومون وديا بيكونوا مروحين على البيت وبيشوفوا مجموعة جاث وهي رايحة تهجم على القرية بتاعتهم، وساعتها سولومون خبى ابنه في مكان أمان وجري على البيت عشان ياخد مراته وبنته ويهربوا. وقتها كانت مجموعة جاث هجمت على القرية وبتقطع ايد الناس اللي ساكنة فيها، واللي بيحاول يهرب منهم بيقتلوه، ولما شافوا سولومون وهو بيحاول يهرب مسكوه علشان يقطعوا ايده، لكن لاحظوا انه شخص قوي وقرروا ياخدوه معاهم علشان يشتغل في مناجم الألماس. وبعد فترة بيكون سولومون بيشتغل مع العمال في بحيرات الألماس، وفي عامل بيلاقي ماسة وبيخبيها من غير ما حد ياخد باله، لكن روني رئيس عصابة جاث بيشوفه وبيروح ياخد منه الماسة وبعدين بيقتله. وفي نفس الوقت ده كان في واحد اسمه داني شغال في تهريب الألماس، بيروح يقابل واحد من المتمردين وبيديله سلاح يحارب بيه الحكومة مقابل انه ياخد منه الماس، وبعدها بيتنكر داني في لبس صحفي علشان يعرف يهرب الألماس عن طريق الحدود، ولما الشرطة بتقابله بيفهمهم انه شغال صحفي تبع جريدة مهتمة بالحيوانات، وبيوريهم الورق بتاعه، لكن القائد بيشك فيه وبيفتش الغنم اللي معاه، وبيكتشف انه بيهرب الألماس في الغنم، وبيقرر يقبض عليه بتهمة التهريب. وساعتها داني بيعرفه انه شغال مع الضابط كوتسي، واكيد هيزعل لو عرف انك خدت الالماس بتاعه، ورغم كده الضابط بيقبض عليه. وتاني يوم بيكون سولومون شغال في مناجم الالماس وبيلاقي ماسه كبيره وبيقرر يخبيها، وبيبص حواليه علشان يتاكد ان مفيش حد شايفه، وفي الوقت ده في ماسوره ميه بتنفجر والقضا بيبصوا عليها، وساعتها بيستغل سولومون اللي حصل وبيخبي الماسه بين صوابع رجله، وبيطلب من القائد انه يروح الحمام، وفجاه بيظهر قدامه روني وبيفتشه كويس لكن مش بيلاقي معاه اي حاجه. وبعدها بيروح سولومون يحفر في مكان وسط الشجر علشان يخبي الماسه فيه، وبيتفاجئ بروني واقف وراه ومصوب عليه المسدس وبيأمره يديله الماسه، وفجاه قوات الشرطه بتهجم على المكان وبترمي قنابل عليهم، وبتدور حرب شرسه بينهم وبين مجموعه جاث، وبيتصاب روني بسبب القنابل اللي بترميها الشرطه. وساعتها بيستغل سولومون اللي حصل وبيخبي الماسه في مكان، وبعدها بيحاول يهرب، لكن الشرطة بتقدر تتغلب على مجموعة جاث وبتقبض على كل اللي موجودين، وبعدها بيروحوا نفس السجن اللي محبوس فيه داني. وقتها بيكون روني منهار بسبب اللي حصل، وبيسأل سولومون عن الماسة وبيقول له ان دي اكبر ماسة هو شافها في حياته، وبيعرف جماعة جاث اللي محبوسين معاه انه هيدي $1000 للي هيعرف يجيب الماسة من سولومون. وبيرد عليه سولومون وبيتهمه بالجنون وبيقول له انه ما يعرفش حاجة عن الماسة اللي هو بيتكلم عليها. وساعتها كان داني سمع الحوار اللي حصل. وبعد فترة بيخرج داني من السجن وبيقابل واحد صاحبه وبيطلب منه يخرج سولومون من السجن علشان يعرف هو مخبي الماسة فين وياخدها منه. وساعتها صاحبه بيوريله الأخبار اللي اتكتبت عن حبسه في الجرايد، وهي انه مهرب الماس، وبيتعصب داني جدا لما بيشوفها وبيمشي. وقتها بيكون في حد بيراقب داني اسمه جون، ولما بيروح داني البيت بيطلع الماسة اللي كان مخبيها في سنانه وبعدين بيخرج، وساعتها بيطلع جون لبيت داني. وفي نفس الوقت ده بيكون سولومون خرج من السجن، وصاحب داني بيديله ورقة وبيعرفه ان في صديق هو اللي خرجه من السجن وبيمشي. وفي الوقت ده بيكون داني قاعد في عربيته وبيراقب اللي بيحصل، وبعدها بيروح داني يقعد في حانة وبيقابل واحد شغال هناك وبيديله فلوس مقابل انه يجيب له مسدس كويس، وبيلاحظ داني ان في بنت امريكية اسمها مادي بتبص عليه، فبيروح يتعرف عليها، لكن لما بيكتشف انها صحفية وتعرف عنه حاجات كتير بيسيبها وبيمشي. وساعتها مادي بتروح وراه وبتحاول تعرف منه اي معلومات عن ديكاب اكبر مهربين الالماس في المنطقة، لكن داني بيرفض يديها اي معلومات وبيسيبها وبيمشي. وقتها بيروح داني البيت وبيلاقيه متبهدل، فبيعرف ان كوتسي بعت حد علشان يفتش بيته ويدور على الالماس، ولما بينزل من البيت بيلاقي جون مستنيه تحت، فبيفهم انه هو اللي طلع بيته وفتش فيه، وساعتها بيضربه وبيطلب منه يعرف كوتسي انه هيروح له. وفي الوقت ده بيروح سولومون لمقر اللاجئين علشان يدور على مراته وعياله، وبيقرأ أساميهم في الكشوفات اللي متعلقة لكن مش بيلاقي ليهم أي بيانات. وساعتها مجموعة جاث بتهجم على معسكر اللاجئين اللي أهل سولومون فيه، وبياخدوا دية معاهم. وبعد فترة بيسافر داني لجنوب أفريقيا علشان يقابل كوتسي، وساعتها بيطلب منه كوتسي إنه يجيب له الماسة اللي مع سولومون مقابل الألماس بتاعه اللي الحكومة أخدته من داني وهو بيهربه، وبيفكروا إن هو ليه فضل عليه لأنه علمه تجارة الألماس. وقتها بنكتشف ان داني كان شرطي سابق في قوات جنوب افريقيا، وبعد ما ساب الشرطه كوتسي شغله معاه في تجاره الالماس. وقتها بيكون ديا في معسكر جاث وبيتعلم ازاي يمسك السلاح ويضرب بيه، والقائد بتاعه بيفهمه انه بقى جندي من جنود الثوره،
وبعدها بيروح داني للحانة وبياخد المسدس من الشخص اللي شغال هناك وبيشوف مادي وبيقفوا يتكلموا مع بعض. وكالعادة بتحاول مادي انها تاخد منه اي معلومة عن تجارة الالماس، وبتعرفه ان تجارة الالماس اللي هو بيعملها كانت السبب في موت اشخاص كتير ملهمش ذنب في حاجة، لكن داني مش بيهتم بكلامها. وبعد فترة داني بيروح لسولومون وبيعرض عليه يديله الماس مقابل انه يساعده ويرجع له عيلته. وفجأة مجموعة جاث بتهجم على المدينة وبتبدأ الحرب بينهم وبين الحكومة، وبتدور بينهم معركة شرسة. وساعتها سولومون بيوافق على عرض داني وبيجروا هما الاتنين مع بعض علشان يهربوا من الاحداث اللي بتحصل، وبيدخلوا مكان وبيستخبوا وبيراقبوا الاحداث اللي بتحصل، وبيعرفوا ان مجموعة جاث قدرت تتغلب على الشرطة وتحتل المدينة. وفي الليل مجموعة جاث بتحتفل بالانتصار اللي هم عملوه، وبيستغل داني وسولومون الموقف وبيهربوا من المكان من غير ما حد يحس بيهم. وتاني يوم بيروح داني وسولومون لمعسكر لاجئين موجود على الحدود، وبيكون عاوز يعدي الحدود علشان يدور على عيلة سولومون في المعسكرات التانية، لكن الحكومة بترفض تعديهم. وساعتها داني بيدور على مادي، ولما بيشوفها بيحكي لها اللي حصل مع سولومون وبيطلب منها تساعدهم. وبتتعاطف مادي مع سولومون وبتقرر انها تساعده، لكن بتستغرب مادي ومش بتكون فاهمة هو ليه داني بيساعد الشخص ده تحديدا، ورغم كده بتقرر انها تساعدهم. وساعتها بتخدع مادي الحكومة وبتفهمهم ان داني وسولومون صحفيين معاها، وبيركبوا الطيارة اللي رايحة على معسكر اللاجئين اللي موجود في دولة غينيا. ولما بيوصلوا غينيا بتسلم مادي ورقة مكتوب فيها اسامي عيلة سولومون لشخص من الحراس، وبتطلب منه يدور عليهم وسط اللاجئين. وبيفضل سولومون يدور على عيلته وسط الناس اللي موجودين، وبيشوف مراته وبنته وبيفرح جدا وبيسألها عن ديا. ولما بيعرف ان مجموعة جاث خدت ابنه بينهار وبيفضل يزعق، وساعتها الحراس بيضربوه وبيبعدوه عن السور، وبيحاول داني يهديه وبياخده وبيمشي. وبعدها بيركب داني واللي معاه الطيارة علشان يرجعوا، وبيكون سولومون متضايق جدا بسبب اللي حصل لابنه، وبيشاور لداني على المكان اللي مخبي فيه الماسة. وساعتها بتكتشف مادي ان داني بيساعد سولومون علشان الالماس، وبتضايق منه جدا. وتاني يوم بيروح داني يتكلم مع مادي وبيطلب منها تساعده علشان يلاقي الماسة، وبيعرفها انه لو ملقاش الماسة دي هيتقتل، لكن هي بترفض وبتطلب منه يبعد عنها. وقتها بيقرر داني يحكي لها كل حاجة عن أسرار التهريب، وبيعرفها انه بعد ما بيهرب الألماس في شخص بيشتريه وبيدفع رشوة علشان يعدي من الجمارك. وبعدها بيسافر الألماس على الهند وبيخلطوا عليه مادة تانية وبيحولوا له مجوهرات. وبعدها بياخد دكاب المجوهرات دي وبيخزنها في المخازن بتاعته علشان يتحكم في الأسعار ويغليها براحته. وبيديها داني كل أسماء المهربين وأرقام حساباتهم، وبيطلب منها ما تنشرش حاجة لحد ما يلاقي الماسة ويديها الكوتسي ويهرب علشان ما يقتلوش. بتقرر مادي إنها تساعده، وبعدها بتركبه معاها الأتوبيس على أساس إنه صحفي والسولومون مصور. وقتها بيشوفوا مجموعة أشخاص مقتولين وبينزلوا يصوروا اللي حصل، والشرطة بتكون معاهم علشان تحميهم. وفجأة مجموعة جاث بتهجم عليهم وبتضرب عليهم نار، وبتدور حرب شرسة بينهم وبين الشرطة. وساعتها سولومون بيتعاطف مع أم بتعيط على ابنها اللي اتصاب، وبيتعاطف معاها وبياخدها هي وابنها علشان يركبهم الأتوبيس، لكن في صحفي بيرفض إن يركبهم لأنهم كده هياخدوا أماكن الصحفيين. وساعتها داني بيتضايق وبيتخانق مع الصحفي ده، وبعدها بيركبوا العربيات بسرعة وبيهربوا. وقتها بيقابل داني واللي معاه مجموعة تانية من جاث وبيضربوا عليهم نار، والشرطة بتواجههم وبتدخل معاهم في حرب شرسة. وساعتها داني بيسوق العربية بسرعة وبيهرب منهم، وبيدخل داني الغابة وبيفضلوا مستخبيين جواها طول الليل. في نفس الوقت بنشوف القائد بتاع الدية بيديله مخدرات وبيفهمه انه دواء ولازم ياخده علشان يكون قوي. وتاني يوم بيكون داني واللي معاه ماشيين في الغابة بتاعت قبائل الكاما اللي بيكونوا متعودين يحموا ارضهم من اي عدو. ولما قبائل الكاما بتشوفهم بتهجم عليهم وبيصوبوا عليهم المسدس، وبتتكلم معاهم مادي وبتعرفهم انها صحفية وملاش اي علاقة بمجموعة جاث. وساعتها قبائل الكاما بياخدوهم وبيودوهم لزعيمهم بنجامين، وبيعرفهم بنجامين على نفسه وبيوريهم مدرسة عملها للأطفال اللي قدر ينقذهم من مجموعة جاث، وبيقضوا اليوم كله مع الأطفال دي. وبعدها بتروح مادي تتكلم مع داني وبيحكي لها انه كان ضابط في الجيش وكان بيساعد الأفارقة في الحرب بتاعتهم، وأمه وأبوه اتقتلوا قدام عينه بسبب الحرب دي. وبعدها اكتشف ان الحرب دي كانت على الألماس، فقرر يسيب الجيش ويشتغل في تجارة الألماس. وتاني يوم بيركب داني واللي معاه العربية مع بنجامين، وبيقابلهم أطفال من قوات جاث في الطريق. وساعتها بيطلب داني من بنجامين إنه يكمل طريقه وما يوقفش بالعربية، لكن بيعرفوا بنجامين إنه دول مجرد أطفال وبيقف يتكلم معاهم، لكن في واحد من الأطفال دي بيضرب عليه نار. وساعتها داني بيسوق العربية بسرعة وبيهرب. وبعدها بيروح داني واللي معاه لمعسكر الجيش اللي فيه كوتسي، ولما بيشوفوا كوتسي بيعرفوا ان القوات بتاعته هتهجم على المكان اللي فيه الماسة، وبيطلب منه يستعد علشان يروح معاهم ويجيب الماسة. وساعتها بيقرر داني انه يهرب بعد ما يدي الماسة لكوتسي، وبيطلب من سولومون يستناه ورا الخيمة،
وبعدها بيروح لمادي وبيطلب منها تعطل الجندي اللي واقف على مخزن السلاح علشان يعرف يسرقه، وبيعرفها ان الطيارة اللي هي هتسافر فيها هتتحرك بعد 5 دقايق. وبعدها بتروح مادي تتكلم مع الجندي وبتفهمه انها تنشر عنه مقال. وقتها بيدخل داني وسولومون المخزن وبيسرقوه، وبعد ما خطتهم بتنجح مادي بتصور داني وبتديله رقم تليفونها وبتودعه وبتمشي. وبعدها بيتحرك داني وسولومون علشان يروحوا للمكان اللي فيه الماسة، وبيشوفوا عربيات مجموعة جاث بتقرب منهم، وبيستخبوا بسرعة وسط الأشجار علشان ما يشوفهمش. لكن سولومون لما بيشوف ابنه معاهم بينادي عليه، فبتحس مجموعة جاث بوجودهم وبيضربوا عليهم نار. وساعتها داني بياخد سولومون وبيجري بسرعة، وبعدين بيناموا على الأرض وبيحطوا عليهم فروع شجر علشان محدش يشوفهم. ومجموعة جاث بتفضل تدور عليهم وسط الأشجار، ولما مش بيلاقوا حد بيمشوا. وقتها داني بيهدد سولومون وبيعرفه انه لو عرضهم للخطر تاني هيقتله، وبيكملوا طريقهم لحد ما بيقربوا من المكان اللي فيه الماسة، لكن مش بيكونوا عارفين يعدوا لان المكان ده مسيطر عليه مجموعة جاث. وساعتها بيشوفوا مكان امان يستخبوا فيه لحد الصبح. وتاني يوم داني وسولومون بيطلعوا فوق صخرة وبيراقبوا معسكر جاث، وبيقرر داني انه يكلم كوتسي علشان يعمل هجوم على المعسكر بالطيارات، وساعتها داني هيعرف يعدي ويجيب الماسة. وبيرفض سولومون وبيحاول يفهمه ان ابنه ممكن يكون معاهم ويموت بسبب الهجوم ده، لكن داني بيصمم انه يكلم كوتسي. وقتها سولومون بيبص في نظارة المراقبة يمكن يشوف ابنه، وبياخد منه داني النظارة وبيأكد له ان ابنه مش موجود في المكان، وبيعرفه ان قوات كوتسي هتهجم على المكان الصبح. وفي نفس اليوم بالليل بيدخل سولومون المعسكر بتاع مجموعة جاث وبيدور على ابنه لحد ما بيلاقيه، وبيروح يتكلم معاه وبيحاول انه ياخده ويمشي بهدوء من غير ما حد يحس بيهم، لكن ديا بيرفض يروح معاه وبيزعق له وبيطلب منه يبعد عنه. وتاني يوم بنشوف سولومون وبنعرف انه اتقبض عليه من مجموعة جاث، وبيهدده روني انه هيقتله لو ما قالوش على المكان اللي مخبي فيه الماسة. وقتها كان داني بيراقب اللي بيحصل ومستني قوات كوتسي تهجم على المكان، وفي نفس الوقت ده قوات كوتسي بتهجم على المكان. وساعتها روني بياخد ديا وبيجري علشان يساوم سولومون ويعرف منه مكان الماسة، لكن بيخرج داني علشان ياخد الماسة وبيفضل يضرب نار على مجموعة جاث، وبتدور بينه وبينهم حرب شرسة. ولما بيشوف ديا بيعيط وخايف بسبب اللي بيحصل بيجري عليه علشان ينقذه، لكن ديا بيخاف منه وبيجري، وبيفضل داني يجري وراه لحد ما بيمسكه وبيحميه من ضرب النار اللي بيحصل. وقتها بتكون قوات كوتسي قدرت تتغلب على مجموعة جاث وتسيطر على المكان. وبعدها بيوصل كوتسي للمعسكر وبيسأل سولومون على المكان اللي مخبي فيه الماسة، لكن سولومون مش بيرد عليه. وساعتها بيروح داني يتكلم مع سولومون وبيعرفه انه لو ما قالش الكوتسي على مكان الماسة هيقتلهم هما الاتنين. ولما سولومون بيرفض يقول مكان الماسة، داني بيسلم ديا لكوتسي علشان يجبره يتكلم. وساعتها مساعد كوتسي بيصوب المسدس على سولومون وبيمشي وراه لحد ما بيوصلهم للمكان اللي فيه الماسة، لكن سولومون بيخدعهم وبيحفر في مكان غلط وبيقول لهم انه نسي المكان. وقتها كوتسي بيصوب المسدس على ديا علشان يقتله، وساعتها سولومون بيحفر في المكان الصح علشان يطلع الماسة، لكن داني بيخدع كوتسي واللي معاه وبيضرب عليهم نار، وبتدور بينه وبينهم معركة شرسة، وبيقدر داني يتغلب عليهم لكن بيتصب رصاصة أثناء الهجوم. وبعدها بيصوب المسدس على كوتسي وبيقتله، وبيطلب من سولومون يكمل حفر ويخرج الماسة بسرعة، وفعلا بيكمل سولومون حفر وبيطلع الماسة. وفجأة ديا بيصوب المسدس على داني ويقرر يقتله، ولما بيحاول سولومون يقنعه انه ينزل المسدس بيصوب عليه، وبيتفاجئ سولومون من تصرف ديا وبيقرب منه رغم انه مصوب عليه المسدس، وبيفهمه انه طفل كويس وما ينفعش يقتل حد، وبيقتنع ديا وبينزل المسدس بتاعه وبيعيط. وبعدها داني بياخدهم علشان يهربوا من المكان، وبيعرفهم ان في طياره مستنياهم، وبيطلب من سولومون يديله الماسه. وبيكون سولومون في البدايه متردد ومش عاوز يديله الماسه، لكن في الاخر بيديها له، ورغم كده داني بيخدعهم وبيتصل بصاحبه وبيطلب منه يقتل سولومون وابنه. وساعتها بيكون داني تعبان جدا بسبب الطلقه اللي جت فيه، وبيشيلوا سولومون وبيفضل ماشي بيه لحد ما بيوصلوا لمكان امان يرتاحوا فيه. وقتها داني بيقرر انه يدي الماسه لسولومون وبيشكره على اللي هو عمله معاه، وبيدي له رقم مادي وبيعترف له انه كان ناوي يغدر بيه، وبيدي له المسدس بتاعه وبيطلب منه يقتل الطيار. وفي نفس الوقت ده قوات كوتسي بتهجم على المكان، وبيفضل داني يضرب عليهم نار علشان يشغلهم وما يشوفوش سولومون وهو بيهرب. وبعدها بيتصل بمادي وبيطلب منها تساعد سولومون وتوصله لديكاب علشان يبيع الماسة اللي معاه ويستفاد بفلوسها، وبيقول لها تنشر المقال اللي هي كاتباه عن تهريب الالماس، وبيودعها وبيقفل، وبيمسك تراب افريقيا اللي هو عاش فيها طول عمره وبيموت. وبعد فترة بيوصل سولومون للندن وبيقابل ديكاب علشان يبيع له الماسة، لكن سولومون بيشترط عليه يجيب عيلته للندن عشان يديله الماسة،
وفي نفس الوقت ده بتكون مهدي واقفة بعيد وبتصور اللي بيحصل، وبعدها عيلة سولومون بتوصل للندن وبيبيع المثل دي كاب. وقتها مهدي بتنشر كتاب عن اللي بيحصل في أفريقيا بسبب تجارة الألماس، وبتكتب عن داني واللي حصل معاه. وبعد فترة ديكاب وكل مهربين الألماس بيتقبض عليهم، وبيكون سولومون هو الشاهد الوحيد في القضية دي. ولما بيدخل قاعة المحكمة كل الناس بتسقف له وبتحييه، وساعتها بيفرح سولومون جدا وبيكون حاسس بالأمان اللي عاش طول عمره يدور عليه. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس، علشان هتلاقوا عليها أفلام من الآخر جاية من المريخ عليك على طول. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، اشترك وسيب الباقي علينا.